أينما كنتم لكم التحية في كل مكان. إحنا وصلنا للجزء الثاني من حلقة صباح الشروق، وأنا سعيد جدا بأنه أستضيف فيه الشاعر والصحفي المعروف محمد عبد الله برقاوي. وأول شيء صباح الخير عليك، وطولنا ما تلاقينا من آخر حوار تقريبا سنتين تقريبا بالضبط. أيوه لخبط المدير. نبدأ طوالي بالسؤال المعتاد، الشاعر والغربة دي مشكلة كبيرة طبعا. الغربة طبعا تأخذ وتعطي، هي كالمد والجزر. نعم. وتعلمني فيها الكثير وضيعني فيها الكثير. كانت ضرورية؟ في الأول كانت ترك، لكن في الآخر بقت ضرورية. اها. بس الرجعة بقت ضرورية أكثر منها. أثرت على الكلمة؟ أكيد. لأن هي ريح بكثف يعني سحابة الشعر في وجدان الإنسان الموهوب يعني. نعم. لكنها لا تخلق شاعر. لا تخلق شاعر. دي جملة مهمة جدا بالمناسبة. لأنه في انطباع عام بأنه الشاعر ده كما قاعد جنب البحر ما بقول شعر. والله يا سيدي ما نحن قاعدين جنب البحر. نعم. بنتنسم العبق الجميل ده مختلط بأنفاسكم الطيبة يعني. نعم. على هذا الهواء الطلق يعني. نعم. يعني القصيد ممكن تجيك في الحافله القصيده، ما شرط ممكن البحر. تجيك في اي حته. ما اسحاق الحلنقي قال تلقاني بين الناس هناك وانا في حقيقتي هناك وحيد. راح المعاد زماني راح. يا سلام يا اخي، هي بتداهمك بس طبعا. اي لكن طبعا يعني بدايه القصيده شيء وتكملتها شيء ثاني. نعم. لانه تكملتها بتدخل عناصر كثيره جدا، عناصر التجويد، عناصر انك تبدع، انك تخرج عمل جميل تكون رايحته كويس يعني. ما في كلمه بتجي من اللحظه الاولى بتبقى قصيده. نعم. ودي برضه بتحصل يعني. لكن طبعا القصائد بالذات العربيه الفصحى دي لانك انت بتفتش على العروض، بتفتش على الموسيقى، بتفتش على المقومات الاساسيه للقصيده، فلازم تاخذ منك زمن يعني. نعم نعم. لانه في بعض الناس ممكن القصيده تاخذ معه شهرين ثلاثه حتى تكمل يعني، ممكن وفي ناس ممكن تاخذ معه 10 دقائق، تاخذ 25 سنه بعض المرات يعني. انت تبدا مقطع ويتم بعد 25 سنه يعني، وفي قصيده انت تتمها في 10 دقائق كلها بتيجي مع بعضها. بتيجي مع بعضها هي، وتيجي ملحنه كمان، لانه بالذات الشعر الغنائي. نعم. الشاعر بيكون هو الملحن الاول. صحيح. لكن ما بتكون ملزمه للفنان يعني. اها صحيح. انا تخيلي دي بتكون اوريجينال اذا جاز لي التعبير يعني، اللي بتجي في 10 دقائق وبتجي مع بعضها هذه بتكون عفويه. اكيد 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 بيكون فيها صدق اكثر يعني. صحيح. لانه دي بيبقى فيها التركيب يعني، كل يوم انت تجرب الجمله دي، بعد بكره تجرب غيرها. هو طبعا في ناس طبعا بيعيبوا الصناعه. لكن الصناعه هي يعني اعلى درجات الشعر. لان الانسان اللي بيصنع الشعر مش معناه انه ترزي. لا، هو الانسان اللي بيقدر يكتب الشعر حسب ما تريد. الجهه الثانيه مثلا اذا جاك واحد مخرج قال لك انا داير اعمل فيلم واداك السيناريو وقال لك يا اخي عايز 5 اغاني او 6 اغاني طيب تتناسب مع الفيلم ده، تقرا السيناريو تقدر تصنع. ده معناه انت مفترض تكون ممتلك ادواتك بشكل طبعاً رهيب طبعاً يعني. طبعا اذا ما امتلكت الادوات بتفقد الطريق يعني، وانت في نص الطيران يعني. ممكن قصيده جميله، قصيده عميقه تروح بسبب لحن ما تمام. والله طبعا بالذات الاغنيه طبعا لازم تكون متكامله. يعني كلام الجميل بيلزم لحن جميل، بيلزم مؤدي جيد يعني. نعم. بعض المرات المؤدي السيء قد يضيع اللحن ويضيع الكلام الجميل يعني. وهنا كثير راح بالمناسبه بسبب اللحن. نعم يعني. نعم. والعكس صحيح. نعم. ممكن اللحن يكون جميل لكن الكلام ركيك يعني. صحيح صحيح. نعم نعم. لكن الساعة بالذات الاستماع في الايام الاخيره دي بالذات. نعم. الناس بيعتمدوا على اللحن والحركه اكثر من الكلام يعني. ممكن باي كلام. نعم. يتحرك ويرقص و... صحيح صحيح. انت تعاملت مع الراحل المقيم لمين عبد الغفار الله يرحمه، وتحديدا ده نزلك من
باقي الدموع في عيني لأن القصيدة دي أنا عرفت إنها بأنها قريبة لك، قريبة لك جدا. نعم. وحنسمع قصتها، لكن يا ريت لو الكنترول إذا جاهزة عندهم الدموع في عيني. طيب نحن ما حنقدر نزيلها من هناك، لكن نقراها أول، نقراها شعرا ونتكلم عنها. أول شيء نحن هسه في شهر نوفمبر. نعم. بمر بالذكرى رقم 12 اللي هو وفاة الأخ الأمين. نعم. وأنا بترحم عليه وبحيي أسرته، وإن شاء الله يعني في فعاليات لإحياء هذه الذكرى. نعم. أنا شايف في مبادرة من الأخوان في مركز شباب مندرمان. نعم. فإن شاء الله حنحكف على إحياء هذه الليلة. يستحق والله هو. ونتمنى إنه تكون حضور يعني. نعم. لهذه الليلة. باقي الدموع طبعا أغنية بتخاطب الأم. وقصائد الأم دائما بتكون نايمة في الويدان، بتحتاج اللحظة اللي بتحرك الكلام ده. نعم. وجات ملحنة يعني. باقي الدموع في عيني يا يما ما اغلن عليك، لكني ما هاين عليك ساحة الوداع اجرى عينيك، وكتمت عبراتي ومشيت حابس غناي قلت فيك، والليلة بسترجع براي قصة الشقاي في اللحظة ديك، سبقاني رحشات الفؤاد وقت انحنيت اطلب رضاك، واحضن اياديك باحترام والثم جبينك في علاك، لما انتكد ليبك علي واداني من بركة دعاك، ما لقيت في غاموس الكلام احرف تناسب مستواك. يا امي بشتاك في الغياب والشوق بيزيد وقت نجيك، حضنك دفى وارحب مآب والطيبة معلم في وشيك، لما تحجاك بعد العشاء وبليلتك الدائم فريق بتجيبني من درب السراب والسوق خطا والرجع عليه، يا والده فرقنا الزمن لكن مصيره الحي يعود، وين نلقى زي دارك وطن لو حتى في نجم السعود، قابضين على جمر البعاد بكره الظروف حتما تيود، وتعود مرق بالعز صفوف وتنوم على شاطئ الجدود، باب الدموع في عيني يا سلام يا يما ما اغنى عليك. دي مشت للراحل الملحنه اجت بلحنه صدق. نعم يعني، ودي من القصائد الماخذ الزمن. واضح يعني مجرد ما جات انا حسيت بانها اللحن بتردد مع الكلام طوال. وانا بكتب فيها ما عدل فيها الراحل ولا كلمه ولا حتى في اللحن ذات، بس الموسيقى بس والتوزيع بعد. طبعا انا ما بعزف. انا باحساسي بيجي. نعم. زي ما بيقولوا بيجيب عظم اللحن بس. بالضبط. بعد ذاك الفنان طبعا بما لديه من خبره في الموسيقى بيكسوه بلحن طبعا بالضروره النغم اللي هو الضلع الثالث للقصيده. نعم. طيب انا طوالي يعني مجرد ما كتبتها دورت عربيتي مشكل لمين. اخترته انت اختيار؟ لا هي لها قصه، لانه لمين قبل كده كان اشتبك مع الاخ امير يونس فنان الجزيره. طيب. في أغنية كان أنا كتبتها لأمير قبل الكلام ده بأربع خمس سنين، الكلام ده في نص التسعينات. ديك أغنية اسمها أمي العزيزة برضو، وكان أنا سميت بها الديوان بتاعي الأول. نعم. فأمير لحنها وغناها وسجلت في إذاعة مدني وتلفزيون مدني وكده. نعم. أيام كان عبود سيف الدين في مدني. كان مدير الإذاعة والتلفزيون. أيوه. فلما عبد الغفار قال لأمير أنا غير الأغنية دي، أمير تأبى. قال له يا اخي الاغنيه دي انا والله مرتبطه وجدانيا ربطاني بوالدتي وكده. نعم. فانا فضيت الاشتباك قلت له لمين بتجي اغنيتك. ما قضينا فتره بسيطه لما. نعم. جات الاغنيه دي انا كنت يعني حافظ العهد للمين مشيت طوالي اديته له. طلع العود وثبتها طوالي. دي قصه عجيبه خلاص. نعم. الكلام ده ما قاعد يسال في الايام دي ما قاعد يسال نهائي يعني. وده بخليني انا برضه اسال سؤال، مرات انت بتختار الفنان المفترض يغني؟ بالمناسبه انت كتبتها لمجموعه من الفنانين، كتبت للبلابي اللي كتبت لي. نعم. وتحديدا فنانين مدني يعني صديق متولي وصديق سرحان. نعم. علي السقيد. نعم. القلع حسين شندي. نعم. سيف الجامع برضه لحالي. في من الشباب الجداد ديل يعني وليد زيدان ده معنا في الامارات هناك. نعم. في شاب متوكل عثمان في السعوديه. في شابه ثاني لحالي سيف الجامع. نعم. شريف النور. وتاج مكي طبعا برضو غنى لي اغاني طبعا جميله جدا. وعدد من لحالي صلاح ادريس. نعم. افتكر
القلع والحسين شندي الى غنى لحنم صلاح ادريس. نعم. اخر ما كتبت عشان نختم بها يعني تكون حصريا. والله بمناسبه العصفوره لسه الحايمه دي. اها. انا في عصفوره كده صغيره يتركت في عودي ناشف ده. فانت من الامانه اذا كان شايف لك عصفوره خضراء وركت في عود مجدب فحقه تنصحها بانها تمشي تشوف لها عود اخضر منها. نعم. فقلت لها سامحيني يا عصفوره لو دقيت على اوتار قليبي وسهم الغرام قبل الاوان قرب يطيش بالهم يصيبك لما الظروف بالصدفه ساقت دربي مره على دريبك وفرحت عيونك بلغاي وشفت الامان اصبح حبيبك وقلت الزمان جاب لك خطاي وسعد الحسان بقى من نصيبك. يا سلام يا ورده كم جدول سرح فتح مساربه عشان يجيك حتى الفراش طار من شرح من شوق ليك قال مشتهيك انت الربيع للريس صدح خضرة مواسمك ضاجة فيك انفاسي كيف تلحق مكانك وشايف النجوم تشاب ليك انا عمري ما بيشبه زمانك ومن نار هواي خايف عليك وخوفي ما اقدر اصوم فيك النضارة منتشي في حسن ظنك ما اكون وسير الندامة توشوشي سيبيني ارحل يا فتون بجمع قدرتي على المشي انا راضي بسهر الشجون فرقة بهاك وتعطشي بفديكي بخاطري الحنون وباقي العمر كان فيه شي بفديكي بخاطري الحنون وباقي العمر كان فيه شي. سؤال مباشر داير رد مباشر وعفوي تختار منو يغنيها من الشباب؟ والله انا كنت ابدا الا راي كبير. طيب تختار منو؟ صلاح مصطفى. صلاح بحييه طبعا احنا اللي ندير الراي الراقد نحييه يا اخي ان شاء الله يكون سامعنا والله والقصيده اتمنى يا اخي القصيده جاهزه وعد صلاح مصطفى يعني بجانب انه كبير في تجربته كمان كبير في مغامره الفني يعني طبعا مش المساله مساله عمر بس طبعا صلاح مصطفى واحد لازم الشباب ينضح يعني هو واحد من الملحنين يعني انا اعرف لا ملحن وبدا ملحن اصلا الفنان محمد وردي ربنا يرحمه كان يحب الحان صلاح مصطفى نعم. جدا والحاجه نعم. دي معروفه نعم. يعني انا نطرحها على محمد وردي وانا جمعتني به صله بحكمي يعني عملي في الصحافه وكذا نعم. عملت معه لقاءات كثيره وكانت تجمعني به يعني ما بقدر يعني اتجاسر واقول صداقه وانما كانت بنوه يعني نعم ربنا يديك العافيه الله يبارك فيك استاذنا برقاوي انا سعيد بك جدا والله تسلم يا ابو حميد في الحوار الخفيف ده وحنتلاقى اكيد ان شاء الله لقدام في حوارات جايه شكرا جزيلا تسلم على هذا الهواء الطلق الجميل ان شاء الله يا رب والشباب الحلوين دي نعم انا احيي الناس في كل مكان كل الفريق العامل يحييكم ان شاء الله تكون الحلقه عجبتكم حنتلاقى ان شاء الله او انا حلاقيكم يوم الاربعاء ان شاء الله لكن صباح الشروق هو يوميا من 9 صباحا كونوا بخير وخلي بالكم بروحكم السلام عليكم.